عم بتفكر إذا رح نتخطى المرحلة اللي جاية. صرنا واصلين له، بس شو هو اللي واصلين له؟ الأسئلة صعبة، بركي أصعب من يلي نطرنا، بركي ما تلاقي أنت الجواب، بس تطلع حولك الجواب قدامك. لبنان عنوانه الصمود، لبنان ماضي أساس مستقبلك. لهيك بيروت رح تزدهر، وانت كمان بيروت رح تبقى، وحتى انت. واذا بيبقى السؤال بعد في امل، الجواب بيكون عايشين ببلد بينبع منه الامل.